کل سے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ امام کعبہ شیخ الحرم خطیب الحرم جناب ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی وفات پا گئے ہیں اور اس سے پہلے ایک اور خبر بھی پھیلائی گئی گزشتہ کئی سالوں سے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے امام مسجد نبوی خطیب مسجد نبوی ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ کے حوالے سے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے مکہ مکرمہ سے وہاں کے صحافی میرے ساتھ موجود ہیں وہاں پر جو صحیفہ مکہ مکرمہ ہے اس میں آپ صحافی ہیں اور بہت بڑا نام ہے سعودی عرب کا میں ان کو شکریہ کے ساتھ اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور ان سے شیخ سدیس صاحب کے حال احوال پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہیں اور کیسی ان کی صحت ہے معنا الان الاعلامی الاستاذ ابو منصور نظام الدین القریشی من مکہ المکرمہ اہلا بکم یا استاذنا كيف الحال كيف أنتم وكيف جو المكة المكرمة الآن هنا كيف أنتم أهلا بكم في البرنامج في قناة بيغام في باكستان يا مرحبا حياك الله أخي كريم مرحبا بك أهلا وسهلا بك نرحب بك وبكافة الإخوة الكرام في جمهورية باكستان الإسلامية حياك الله أخي الكريم شكرا شكرا لكم شكرا لكم استاذ نحن معكم بكل قلب انتم في قلوبنا شعبكم في قلوبنا وائمتكم في قلوبنا ائمتكم هو ائمتنا لكن الان هناك يعني اريد ان اسال منك حقيقه خبر عن وفاه الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله ورعاه كيف شيخنا وامامنا و وخطيبنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله ورعاه الآن معكم في مكة المكرمة بداية أود أن يعني أخبر الجميع بأن الحمد لله معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ولله الحمد يتمتع بكافة الصحة المتأمل في التاريخ والأمجاد والحضارات يقول فيها لا تقوم إلا على أيدي المتميزين المبدعين المتحلين بالوسطية والاعتدال من فضل الله عز وجل على بلادنا المملكة العربية السعودية أنها منذ تأسيس الآن يعني نقرأ ونسمع خبر وفاة عن الشيخ السديس حفظه الله ورعاه من هو خلف هذه الأخبار الكاذبة لا شك بأن هناك المغرضين من المجوس وكل حاقد على هذه الدولة العظيمة يريد أن يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة ليشوش على المسلمين عموما وعلى أرض هذه وأرض الحرمين الشريفين بهذه الأكاذيب والأقاويل الباطلة الحمد لله ومتواجد في مكة المكرمة ولله الحمد ويؤدي أيضا الصلوات في المسجد الحرام وهو بصحة جيدة ولله الحمد شكرا لكم أستاذ أبو منصور حفظك الله ورعاك أنت معنا من مكة المكرمة الله يحفظكم ويحفظ وطنكم وأرضكم ويحفظ أستاذ الغالي الإمام الخطيب الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور علي الحذافي حفظكم الله ورعاكم جميعا شكرا لكم ونحن هنا من مكة المكرمة نسأل الله أن يحفظ جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الوفي ولا شك بأن العلاقات القوية بين المملكة العربية السعودية وبين باكستان هي علاقات أخوية قوية على امتداد التاريخ وعلاقة المملكة بباكستان علاقة قوية وأخوية كالأخوين وهما عينان في رأس واحدة ولا يفرق بينهما أي حاقد أو حاسد إن شاء الله بإذن الله